ماشي. بعد يا جماعه ما بدأنا في تصميم المسائل بتاعت شده الحيطه وشده البلاطه، هنبدأ في الجزء اللي بعد كده اللي هو حسابات الكميات او البيل اوف كوانتيتيز او الماتيريال تيك اوف. فهنتكلم كده المحاضره فيها اول حاجه هنتكلم انتروداكشن هو ايه البيل اوف كوانتيتيز دي اصلا، وبعد كده هنتكلم على وزن التسليح وازاي نحسب فوليوم الخرسانه واريه الفور مور، وبعد كده هندي شويه امثله بسيطه كده، مثال بسيط يعني ايه بيل اوف كوانتيتيز. بيل اوف كوانتيتيز يا جماعه من الحاجات المهمه جدا 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 ان المهندسين يعرفوها. اشمعنى؟ لان في ناس بيبقى الكارير بتاعها بعد ما يتخرج هو مش شغال حاجه غير بيل اوف كوانتيتيز او ماتيريال تيك اوف. حلو كده؟ يعني ايه؟ يعني هو بيروح يشتغل مكتب فني، يتعين في شركه، ممكن تبقى شركه كبيره مثلا المقاولين العرب وراسكم حسن علام وات ايفر، وبيعملوا حاجه اسمها تكنيكال اوفيس، بيبقى مكتب ضخم فيه عدد رهيب من المهندسين. طب وظيفتهم ايه؟ وظيفتهم ان تجي لهم اللوح التصميميه يحولوها للوح تنفيذ. عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا ابدا ارسم كل كانه شكلها ايه، بالطول اللي فيها كام وهكذا، وابدا احسب الكميات بتاعتها. هو ده اللي احنا بنسميه يا جماعه بيل اوف كوانتيتيز. يعني هل يعقل ان واحد بعد 5 سنين هندسه كل اللي بيعمله ان هو بيحسب كميات؟ لا، ما هو حسابات الكميات دي يعني احنا مثلا في خطوه هنا في النص بنتكلم فيها ان انت عندك بلاطه سقف، فانت تبقى عارف تفاصيل التسليح بتاعتها. طب تفاصيل التسليح دي عرفتها فين؟ عرفتها في خرسانه الثانيه وخرسانه الثالثه وخرسانه الرابعه. حلو كده. ممكن يبقى عندك كوبري، طب ازاي هتحسب كميات كوبري وانت مش عارف اصلا هو شكل الكوبري ايه؟ تمام. ونفس الحكايه على فكره، بعيدا عن ان انا بدي ماتيريال تيك اوف هنا بس في الخرسانه، في ناس بتبقى شغاله نفس الشغلانه بالظبط ماتيريال تيك اوف بس في الستيل، ان هو هيبدا يحسب ايه يا جماعه؟ شوب دروينج، ويحسب كام بليد بكام مسمار ويطلع عددهم وهكذا. والبيل اوف كوانتيتيز دي مش شرط تبقى ماتيريالز زي ما احنا بنعرضها كده، ممكن تبقى بارتس. يعني ايه بارتس؟ يعني انا مثلا وليكن عندي في الكوبري في فواصل اللي هي بتاعت الكباري اللي بتعدي عليها العربيات دي، فانت ممكن تبقى حاسب كام فاصل موجود في قلب الكوبري ده. ممكن تبقى الماتيريال اوف كوانتيتيز دي تبقى عمال. يعني ايه عمال؟ يعني انا محتاج كام عامل يبداوا يعملوا الشغلانه دي وينفذوها، وهي دي الايتيمز المختلفه. ممكن بعد كده ابدا ادخل الكلام ده، احسب الكميات دي عن طريق اريا وفوليوم وويت، وممكن احسبها كمان تايم. يعني انا محتاج انفذ الكوبري ده في وقت قد ايه؟ يبقى انا عندي بننفذ الكاميرا الواحده مثلا في 4 ايام، لو هي كاميرا بري كاست يبقى انا عندي 100 كاميرا، يبقى انا محتاج 400 يوم وهكذا. طب انا لو محتاج عندي كذا شده ابدا اعملهم بالشكل ده. وبالتالي الماتيريال تيك اوف ده من الحاجات المهمه جدا. الماتيريال تيك اوف ده بيبقى فيه ماتيريال تيك اوف مبدئيه، بيبقى فيه ماتيريال تيك اوف فاينل، ويبقى فيه ماتيريال تيك اوف اس بيلت. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ ايه المبدئيه وايه الفاينل وايه الاس بيلت؟ المبدئيه دي اللي بحتاجها في التندرنج. يعني ايه تندرنج يا جماعه؟ يعني مناقصات. يعني احنا مثلا عايزين نعمل مشروع زي مشروع مترو الخط ما اعرفش الثالث ولا الرابع ولا ايه، فمشروع خط المترو ده قمنا جايين بنقول يا جماعه ده هيبقى خط طوله كذا كيلو، في منه كذا انفاق، وفي منه كذا فوق الارض، كذا كيلو فوق الارض، وبناء كميات العمدان والبير كاب والكباري اللي هحتاجها فوق الارض قد كذا، كميات الاندر جراوند هحتاجها قد كذا. دي اللي على اساسها المقاول هيبدا يدخل بعرض السعر بتاعه يقول لا انا هنفذ الخط ده ب 100 مليون. يجي مقاول تاني يقول له لا انا هنفذه ب 80 مليون، ويبدا على اساسها الهيئه او الجهه الحكوميه تقول اه انا هاخد اللي هيديني ب 80 مليون ده، والكميات عنده معقوله او مناسبه وهكذا. دي المبدئيه. طب بعد ما اخذ المشروع رسي على مقاول معين بتيجي الكميات النهائيه، ان احنا بنخلص التصميمات ونبدا نحسب الكميات. طب استفدت ايه من الكميات اللي انت بتحسبها دلوقتي دي؟ ان انا اروح اتعاقد بيها مع مصنع حديد تسليح اللي هيقول لي لا انا عايز 1000 طن حديد قطر كذا، 2000 طن حديد قطر كذا، 3000 طن حديد قطر كذا. انا محتاج اتعاقد مع محطه الخلط دي ومحطه الخلط دي ومحطه الخلط دي على الكميات الفلانيه. طب اخر مرحله خالص حاجه اسمها اسبلت. ايه اسبلت ده؟ الهيئه الحكوميه دي بتحاسب المقاول بكذا متر مكعب خرسانه وكذا حديد. انت حطيت كل الكنات دي في قلب العمود الخرسانه، اه خد قد فلوسهم اهو، ادي فلوسهم اهو. حطيت قد كذا متر مكعب، اه ادي فلوسهم اهو. لا انا صبيت عمود والعمود ده باظ، لا انا ده هخصم لك منه ايه يا جماعه؟ فلوسه. وبالتالي بتبقى حسابات الكميات دي شفتوا كام مره في المشروع هتتحسب، في حين ان التصميم اتعمل مره واحده بس. عرفتوا قد ايه يا جماعه ان حسابات الكميات دي مهمه جدا في اي مشروع، وبتاخد وقت ايه طويل ومجهود كبير وعدد كبير من المهندسين يبدا يعمل. وساعات بتتسمى ماتيريال تيك اوفس او ام تي او، وفي اوقات تانية بتسمى بيل اوف كوانتيتيز، والاثنين بيريفير لايه؟ لنفس الحاجه. طيب كان عندي شويه سامبلز من الكميات، احاول اشوفها لكم هي فين.
شايفين الشاشة يا جماعة ولا شايفين البرزنتيشن ولا شايفين ايه؟ شايفين البرزنتيشن يا دكتور؟ طيب ده مثال مثلا لشوب دروينج، ده بتاع مشروع المترو، كان راسكم تيم اللي عاملينه زي ما انتم شايفين كده، يقوم جاي كان بشكل معين للبير كاب، ادي شكلها، بيقول له الطول ايه ده كذا، الطول بي، الطول سي، الطول دي، الطول اي، يبقى انا وزن الكانه دي وزنها 40 كيلو، حلو كده. الكانه الثانيه وزنها 40.643، دي 4.74، سيخ سيخ، بيبدا يفرده ويحط له ابعاده بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم. اوقات طبعا في برامج بتعمل الكلام ده، واوقات بيتعمل مانيوال لما بتلاقي الاشكال مكلكعه قوي، عادي جدا بتلاقي 2 3 مهندسين قاعدين يعملوها مانيوال وناس قاعده بتراجع عليه. وسامبل تاني مثلا للكلام ده اهو، شايفين شكل اللوح، ادي اهي البير كاب اهي، بيقول لك الكانه اللي هنا، الكانه اللي هنا، الكانه اللي هنا، كل كانه فيهم اطوالها ايه وابعادها ايه. الحاجات دي بتروح للريبار فابريكيتور، يعني يبدا يعمل ايه يا جماعه، يبدأ يصنع بناء عليه. طيب هنبدا في حصر الكميات يا جماعه. حصر الكميات عندي يعني يشمل حصر ثلاث حاجات، هم دول اللي انا هشرحهم، وان كان دول مش هو كل الكميات. وتعلم دايما يا جماعه ان الحاجات اللي بتاخدها في الكليه ما هياش مطلقه، يعني انا بقول لك هنشرح وزن الحديد، هنشرح وايه الاجراءات بتاعته. فبقول لك اول حاجه عشان نعمل الحديد، الخطوات بتاعته عشان اعمل حصر الحديد هي كما يلي كده. يبقى انا اول حاجه هرسم تفاصيل التسليح واحدد شكله لكل السير. ثاني حاجه هبدا اعمل يا جماعه كل سيخ لازم يبقى كودد ويبقى ليه رقم، يعني مثلا لو انا تسليح في البلاطة هسميه S1، تسليح في الكاميرا هسميه B1، يبقى انا عندي في البلاطة S1 S2 S3 S4، في الكوبري مثلا هسميه بير كاف هسميه P1، لو عندي في الجردر هسميه G1 وهكذا. وبعد كده بحسب طول كل سيخ، فابدأ اعمل جدول بالشكل ده، احط فيه الاليمنت عندي بلاطة ولا كاميرا، ادي كود لكل سيخ، ادي شكل لكل سيخ كده، شكل انديكيتيف كده، وادي له طوله وعدد السياخ يا جماعه بتاعته. وبعد كده بعد ما احدد عدد السياخ بتاعته بقوم ضارب الطول في العدد، يبقى انا جبت الطول ايه يا جماعه، الكلي. وكل الحاجات دي بتتجمع في شكل الجدول اللي عندنا تحت. طيب ده في حصر كميات الحديد. طب بالنسبه لحصر كميات حجم الخرسانه، بتقول لي ده بالمتر المكعب، تقول لي لو عندي بلاطه بالشكل ده هفكها لشويه فوليوم، اضرب الطول في العرض في الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع. جبت يا جماعه، جبت الفوليوم اللي عندي، وهو ده اللي على اساسه ببدا احدد فوليوم البلاطات وفوليوم يا جماعه الكاميرا. طب اخر حاجه خالص بحسب مساحات الشده الخشب. بتتحسب ازاي يا جماعه؟ ببدا اشوف الشده كده، الشده هنا ليها جنب بتاع ايدج البلاطه، ليها بطنيه بسميها بطنيه الشده او سوفت، وليها جنب الكاميرا، وليها بطنيه الايه الكاميرا، وليها جنب الكاميرا، وليها البطنيه هنا بتاعه البلاطه وهكذا. هو ده اللي ببدا على اساسه ايه يا جماعه، ببدا على اساسه حدد هي دي بطنيه البلاطه جنب الكاميرا، بطنيه الكاميرا جنب الكاميرا الثاني، بطنيه البلاطه جنب الايه الكاميرا والبطنيه والجنب. ونفس الحكايه في الناحيه الثانيه، ببدا احدد الاطوال دي كلها. طيب الكلام اللي انت بتقوله ده احنا مش فاهمين فيه ولا كلمه، عشان كده بنشرح عن طريق مثال. يعني انا دلوقتي عمال اجري عشان اشرح عن طريق ايه، مثال. بقول لك جايب لك كده كاميرا وبديك جدول الكاميرات، وبقول لك ابدا احسب لي الكميات بتاعه البلاطه دي. انا في البلاطه مش شرط ان انا ارسم لك التسليح، اصلا مش شرط ان انا ارسم ايه يا جماعه التسليح ده. انا ممكن اقول لك ان التسليح هنا 7 10 وانت تبدا تقسمه وترسمه، والتسليح هنا 6 10 وانت تبدا تقسمه وترسمه، ونفس الحكايه. ومديك ابعاد البلاطه، واقول لك دي بلاطه بكانتليفر وهي 4 في 5 متر. عايز احسب الثلاث حاجات، حديد التسليح، عايز احسب الفوليوم بتاع الخرسانه، وعايز احسب الاريا او مساحه الشد.
بتقول لي اول حاجه عشان احصر كميات الحديد، قلت لك اول حاجه لازم ارسم تفاصيل تسليح واحدد شكل كل سيخ وادي له كود وادي له الرقم بتاعه واحدد طول كل سيخ واحدد عدد مرات السيخ ده بيتكرر كل قد ايه وابدا اجمع الكلام ده في شكل يا جماعه في شكل جدول. بتقول لي طيب، فقمت جاي كده بقول لك اول حاجه قمت ماسك السيخ الاولاني سميته واحد اس واحد. بتقول لي والله ده السيخ ده كان محطوط على مسافه كام يا جماعه؟ بتقول لي والله ده كان محطوط هنا 0.1L وهنا ايه يا جماعه وهنا 0.15L. قلت لي ماشي. طيب وسميته رقم واحد. فبقول لك والله بقى طوله هنا لو انا شلت من هنا 0.15 وشلت من هنا 0.1 يبقى المتبقي عندي كام؟ 0.75L. 0.75L. طب ال L بكام؟ ب 4. 0.75 في 4 اداني ان طول السيخ كام متر؟ 3 متر. بقول لك باجي احدد الكلام ده في جدول، كان عندي تسليح البلاطه كده ادي البلاطه اهي حطيتها وممكن اسمي ده واحد او اس واحد انت حر. احنا لو عندنا مبنى بقى كبير فيه 20 دور اسميه ايه؟ اف واحد اس واحد ايست سايد مثلا، فتلاقي ان الكود نمبر ده بيبقى كبير قوي، لكن انا عشان عندي المساله يعني بسيطه جدا فهدي له رقم واحد وخلاص. شكله ايه؟ شكله سيخ ستريت 0.75L 0.75 في 4 بقى طوله كام متر؟ طوله 3 متر. طيب عدد مرات تكراره كام؟ كام سيخ ده؟ بتقولي والله ده انا كان عندي السيخ بيكرر 5 مرات في المتر، يعني السيخ ده 5 في 10 في المتر. لو عندي البلاطة دي 5 متر يبقى انا في عندي منه كام سيخ يا جماعة؟ يبقى عندي منه كام سيخ؟ بقول لك يبقى عندي منه والله 5 في 5 متر يبقى عندي 25 سيخ. طيب فبتقول لي والله اس في المسافه سنتر تو سنتر. قام جاي واحد بيقول له يا دكتور الطريقه دي اللي انت بتقولها دي غلط خالص، انت ما انت بت... انت بتقول كلام اي كلام فارغ، انت المفروض تعلمنا صح. فبقول لك هو ايه الصح؟ الصح ان انا ابدا اشوف هو الكلير كام. فبقول لك والله خلاص الكلير ده كان ده 5 متر مثلا، بس انا هنا عندي 25 سنتي او 12.5 سنتي وهنا 12.5 سنتي، يبقى كده كام يا جماعه؟ يبقى كده الطول اللي متبقى عندي كام؟ احمد رد عليا. 4.75. قلت لك يبقى الطول هنا 4.75. فقلت له والله قمت واخد 5 في 4.75. قام جاي واحد تاني متخانق معانا بيقول لي برضو اللي بتقوله ده غلط. بقول له ليه اللي بقوله ده غلط؟ بقول لك لان انا لما ببدا ارص السيخ يا جماعه لو انا رصصت كده 5 في 4.75 طلع لي رقم. بقول لك لو الكاميرا عندي اهي والبلاطه اهي بقول لك ان انا معنى كان ان انا اول سيخ لو هي المسافه بين السيخ اس عشان ارص الكلام ده يبقى انا هسيب حته اس على الاثنين وابدا ارص، هسيب حته اس على الاثنين من هنا واسيب حته اس على الاثنين من هنا، وانا عمري ما بسيب حته، ما ينفعش اسيب حته فاضيه كده، ما بسيبش حته فاضيه. يعني لو عندي الكاميرا هي وادي البلاطه انا ببدا اول سيخ هنا. بتقول لي طب اول سيخ ده احسبه ازاي؟ بقول لك بقوم جاي ضارب الطول في السبيسنج زائد واحد وده بيسمى سيخ البادي او البادئ الستارتر بار. يعني انا في المسافه دي هيبقى في مثلا نقول 4.75 في 5 دي تطلع كام يا جماعه؟ حدش معاك الكوليتور؟ 23.75 يطلع 23.75 اللي هو قول 24 سيخ. بقول لك لا 24 سيخ واقوم مزود عليهم واحد اللي هو سيخ ايه يا جماعه؟ سيخ البادي، فيطلعوا 25. هتقول لي طب ما انت في الاول حسبته طلع 25، انت بزهقنا ليه يعني؟ يعني ما هو نفس حكايه كان 5 مش عارف الاول قلت 5 في 5 ب 25 ما هو طلع نفس الرقم. عشان كده بقول لك دي طريقه تقريبيه مقبولة. أنا بقى بشرح للطلبة بقول لكم اعملوا كذا، عايزين نجيب شوية أرقام تقريبية فالكلام ده بيبقى مقبول، بالذات لو في مبنى سكني فبقول خلاص المسافة سنتر تو سنتر مضروبة في عدد السياخ، فكان عندي عدد السياخ 3.5 في المتر في 5 طلع لي كام يا جماعة؟ يبقى أنا كده خلصت السيخ الأولاني. يعني أنا الكونسبت بتاع سنتر تو سنتر ده مقبول جدا، حتى في الامتحان اعمل بيه ما حدش هيقول لك حاجة، الكونسبت ده مقبول جدا، بس لازم تبقى فاهم إن الصح إيه. حلو كده يا جماعه؟ يبقى الصح انت فهمته ان انا عندي اي حاجه بحسب طول المنبر بالظبط كام وابدا عشان اخد اول سيخ واخر سيخ اقوم حاسب العدد واقسم على الطول وازود عليه واحد اللي هو بيسمى سيخ ايه يا جماعه؟ سيخ البادي. الكلام ده بيبقى مثلا واضح جدا في حاجه زي القواعد، ان انا القاعده ما ينفعش ابدا بعديها بشويه لازم ابدا من الكورنر بتاع القاعده.
طيب خلصت اول سيخ، قلت لي اه، قلت لك قمت جايب التوتال لينس. طب التوتال لينس كام؟ 17 ونص في 3، 17 ونص في 3. قمت جايب هنا ايه يا جماعه؟ التوتال لينس، واي عدد عندي بقربه دايما للاكبر، فكان طالع لي 17 ونص سيخ، اخدتهم انا ايه يا جماعه؟ 18 سيخ. طيب بتقول لي ده سميته سيخ رقم واحد، مسكت السيخ رقم اتنين ده، بتقول لي والله السيخ رقم اتنين ده الطول هنا 4 متر، يبقى طول السيخ ده 4 متر، صح ولا غلط؟ بقول لك لا غلط، لان ال 4 متر دي سنتر تو سنتر، يبقى انا محتاج ازود عليه من هنا قد ايه يا جماعه؟ هو من السنتر ده لحد حرف الكاميرا كام؟ 12 سنتي ونص. افرض عندك ان 2 ونص كفر، يبقى هزود عليه من هنا 10 سنتي. طب ومن هنا هزود عليه كام يا جماعه؟ 12 ونص. يبقى انا اقوم ماسك السيخ ده، اقوم ماسك السيخ ده عامل فيه ايه؟ مزود عليه هنا من 12 ونص، وهنا ازود عليه 12 ونص، حلو كده، ويطلع لي في الاخر طول السيخ تقريبا كده يا جماعه 4 وربع. فيجي واحد يقول لي لا دكتور انت قلت هيطلع 422.5 صح؟ اه، قلت له اه ده صح، ده اصح من ان احنا نقول ايه 4 وربع، حلو كده يا جماعه. لكن زي ما قلت لكم كده، انت على حسب نوع المشروع اللي انت شغال فيه هو اللي بيفرق. يعني مثلا في الحاجات بتاعه الكباري احنا بنشتغل بالملي، فلازم توصل لي للرقم ده. اشمعنى؟ لان انا ما ينفعش يبقى عندي كنه كبيره قوي كده زي الدهيه ورافعها وجايب كرين وبتاع، الحق ده كما ده ما ظبطتش او الكفر ما اتحققش. لكن لو انا عندي مبنى سكني بمنتهى الامانه، لو ده لو انا حسبت السيخ طلع كده مثلا مش مظبوط، ايه اللي هيحصل؟ هجيب عامل في ثانيه ومطعولي، او هزق السيخ كده ايه ال 2 سم ونص دول. وبالتالي يا جماعه نفس الكلام، وبعيده تاني على حسب الكواليتي بتاعه حسابات الكميات المطلوبه في المشروع، على حسب ما ابدا احدد انا هحسبها ازاي. وبالتالي اللي انا بشرحه هنا ده على سكيل المباني السكني ده مقبول جدا، التقريبات اللي عاملها دي مقبوله جدا، لكن في الحقيقه ممكن لا نحتاج نحسب حاجات بدقه اكبر من كده. وبالتالي انا زودت 12 ونص من هنا و12 ونص من هنا، طلع طوله بقى 4 وربع، ضربت 3 ونص عدد المرات في 5 اللي هو المسافه سنتر تو سنتر، طلع لي 17 ونص ايه يا جماعه؟ سيخ. يبقى انا هقربهم اخليهم 18. طيب دخلت في السيخ اللي بعد كده يا جماعه، اللي هو اني اللي هو رقم 3 ده اللي هو بتاع الكانتليفر. قلت له والله السيخ ده طوله قد ايه؟ قلت له والله اول حاجه انا متكرر 6 10 في المتر، عايز ابدا احسب الطول. بتقول لي المسافه دي 1 متر اللي هي هنا سنتر تو سنتر، اجمع عليها 12 ونص، اجمع عليها 12 ونص سنتي. طب الدبس اللي عندي الحته دي قد ايه؟ بتقول لي كان سمك البلاطه دي مثلا وليكن ايه 12 سنتي، فادي السمك اهو ال 12 سنتي دي، طرحت 2 كفر من الناحيه دي و2 كفر من الناحيه دي، اتبقى لي كام يا جماعه؟ اتبقى لي 8 سنتي. حلو كده. الطول ده، ده طول ايه اللي كانت ليفر، وهمد 1.5 ايه اللي كانت ليفر، بقى الطول كله 2.5 ايه اللي كانت ليفر، ف 2.5 في طول كانت ليفر واحد، بقى طول السيخ هنا 2 متر ونص. طيب الرأس ده زي بقول لك كان 12، شلت منه 2 كفر و2 كفر، بقى 8 سم. ايه واحد يقول لي لا يا دكتور ده الاثنين دي قليله قوي، ده انا هاخدها 2.5. ما احنا في جدول اصلا في الكود اللي انتوا كنتوا واخدينه في التنكات بيقول لك الكلير كفر كام بالملي. طيب وهنا عندي ده متر، وقمت مزود عليه يا جماعه اللي هي 12 سنتي ونص، فبقى طول الحته دي 1 و 0.125، فجمع كله كده 2.5 زائد 0.08 زائد 1.125، يبقى هو ده طول السيخ اللي عندي. طب عدد مرات تكراره كام؟ السيخ ده ممتد في كامل الطول، اقوم جاي ضربه ايه يا جماعه؟ في 5 متر. فبقول لك والله ادي اهو السيخ، ادي اطول بتاعته 1.125 0.08 2.5، يبقى مجموع اطوال السيخ 3.705، وعندي هو 6 في 5 بقى بتكرر كم مره يا جماعه؟ بتكرر 30 مره. طيب دخلت على السيخ اللي بعده يا جماعه، اللي هو السيخ ده، دكتور استاذنك في سؤال، هو نعم اتفضل، هو دلوقتي السيخ بتاع البادي ده وظيفته ان هو بيظبط التقسيط بتاع الاسياخ اللي باقيه صح كده؟ لا لا، تاني السيخ البادي ده يا جماعه، لو انا عندي بوكس طوله متر، ركز معايا كده، عندي بوكس شريح، لا مش شريح باط، عندي كاميرا كاميرا هيدن بيم في هولو في عندي قاعده عرضها متر، قاعده في مشكله؟ في مشكلة يا باشمهندس؟ طيب لا، القاعدة كنت انت مسلحها 5 سيخ في المتر، في مشكلة؟ تمام، يبقى بين كل سيخ والتاني كام؟ 20 سنتي. حلو، قمت جيت بتقولي والله 5 في 1، وقمت بدأت ترسم، قلت لك والله قمت راسم سيخ اهو، التاني التالت،
مش دول كده 5 في المتر؟ تمام. صح؟ طب اقول لك تعالى نحسب بقى الاطوال اللي انت بتقول عليها دي، يعني انا كده مسلح مظبوط ولا غلط؟ مظبوط. بقول لك قمت جامع كده ده 0.2 0.2 0.2 0.2، الحته دي طلعت كام؟ يا نهار اسود، دي طلعت كام سنتي دي؟ 80. 80. يبقى انا عندي كده القاعده مليانه ولا فيها هنا حته فاضيه وفيها هنا حته فاضيه؟ تمام، اوكي، في فيها حتة حته فاضية. فاضيه. الحته الفاضيه ال 10 سم دي وال 10 سم دي، بقول لك لا انا عمري ما هسيب حته فاضيه، انا كل اللي بعمله ان انا ببدا اول سيخ من هنا وازق كل دول. عشان كده لما باجي احسب ما ينفعش تيجي تحسب لي تقول لي انا هحسبها على ان هو 5 في متر، لو حسبتها على انها 5 في متر بقيت سايب حته فاضيه. حلو كده؟ فانا لازم احسبها 5 في متر واقوم مزود سيخ. تمام يا دكتور، فهمت يعني ايه سيخ البادي؟ تمام كده، وصل. اه طيب نفس الحكايه هنا، عندي السيخ طوله 0.2 ال يا جماعه، 0.2 في 4 متر فطلع لي ايه؟ طلع لي 0.2 في 4 متر طلع لي 0.8، والرجل اللي هنا دي 8 سم ولا 10 سم، والحته اللي هنا دي من السنتر لحد الطرف 0.1 ناقص 2 سم كفر. هيجي واحد يقول لي طب الله انا عايز اخدها 12 ونص، الاثنين والحاجات دي يا جماعه ما بتفرقش في سكيل المباني، الكلام ده ما بيفرقش. تمام كده؟ وبالتالي قمت حاطط السيخ ده بقول ان الرجل بتاعته دي 8 سم، وقمت قايل ان ده 0.8 وده 0.1، وبالتالي طلع لي طول السيخ ده 0.98، وقمت والله قلت ان هو 5 في المتر في 5 متر، قام طلع لي ان هو في منه كام سيخ اهو، 5 في 10 طلع منه في كام سيخ؟ طلع منه 25 يا جماعه سيخ. طيب بدات في السيخ اللي بعده يا جماعه اللي هي ايه؟ السيخ رقم 5 الناحيه الثانيه ده، قلت لي نفس الحكايه، بدات احسب اطواله 0.75 ال ال ومليت الجدول، ونفس الحكايه السيخ اللي بعده، السيخ رقم كام يا جماعه؟ رقم 6 اللي هو الطويل اللي هنا ده، سيخ طوله 5 متر، بدات نفس الحكايه احطه وازود عليه 12 ونص و12 ونص، وبالتالي بقى طول السيخ ايه؟ 5 وربع. بدات احسب الكلام ده كله، ونفس الحكايه ايه؟ اخر سيخ موجود عندي اللي هو دبليو الاسكوار على 24. في مشكله؟ في مشكله في الكلام ده يا باشمهندسين؟ لا يا دكتور، تمام. طيب جه واحد بيقول لي انا كده خلصت، قلت له لا احنا في تسليح انسيناء. ايه التسليح الانسيناء يا جماعه؟ 5 في 10 طب وبطن. الله ينور عليك، 5 في 10 طب وبطن. بقول لك اول حاجه ده التسليح ده 5 متر اهو، طول السيخ ده كام؟ طوله 5 و12 ونص من هنا و12 ونص من هنا، او و10 من هنا عشان خاطر ما ينفعش التسليح يطرطف بره. حلو كده؟ فيا اما اوصله كده 5 زائد 12 ونص او 5 زائد 10 و10، مش هتفرق. حلو كده؟ وهم 5 فاي 8 موجودين في حته قد ايه يا جماعه؟ في الحته دي. اقوم جاي كده قايل والله ان طول السيخ اهو 5 متر، زائد 12 ونص و12 ونص بقى 5 وربع، عندي 5 في 1 في 2، 2 ليه؟ عشان هم توب وبوتوم. فيجي لي كده ان هم ايه يا جماعه؟ ان هم بقوا في الاخر 10 تسيير. في مشكله يا جماعه لغايه دلوقتي في الكلام ده؟ طيب واقول لك الخطوه اللي بعد كده، ان انا بحسب التوتال لينس، ان انا اقول والله ان 17 ونص في 3 في 17 ونص 18 سيخ في 3 متر، يقوم تطلع لي ايه يا جماعه طول التوتال؟ 54 76 ونص 111 ونص وهكذا. قام جاي واحد بيتخانق معايا بيقول لي يا دكتور كمان الفرق اللي انت بتشرحه ده، هو مش طول السيخ 12 متر؟ مش انا لازم ابقى متاكد يعني مثلا الثلاثه ده حلو قوي، ده هيديني السيخ ال 12 متر هيتقطع اربع حتت فده كده اوكي. طب الاربعه وربع ده؟ بتقول لي لا ده كده السيخ ال 12 هيبقى فيه حتتين بس، يبقى انت الطول اللي انت حاسبه ده غلط. قلت لك لا، الحسابات دي على حسب انت بتشتغل عند مين. يعني ايه بتشتغل عند مين؟ يعني لو انا بشتغل عند المالك، المالك ده اللي هو بيحاسب اللي هو هياخده، الهوالك اللي بيتحملها مين؟ المقاول. انا دلوقتي شغال استشاري المالك فبحسب، فبقول له انا محتاج اربعة وربع حته، الهالك ده مين اللي بيتحمله مثلا في المشروع ده؟ وكل مشروع على فكره على حسب مين اللي بيتحمله، المقاول. يبقى انا بقيت حاسب اربعة وربع واربعة وربع، بقيت عندي حته 8 متر، حته 8 ونص متر، وكده الهالك عندي قد ايه يا جماعه؟ حته تانية 3 ونص. فيجي بقى المقاول يعمل ايه؟ يقول لك لا ده الحته دي 3 ونص وده فيها 10 وده فيها 10، فهياخد ال 3 ونص دي يشغلها هنا فوق، يبقى الهالك عنده كام؟ نص متر. اللي بيعمل الكلام ده والتبديل والتوفيق ده المقاول، ماليش دعوه، انا ماليش دعوه. وبالتالي انت ممكن تبقى باصص ان الهالك هنا 3 ونص، لكن في الحقيقه الهالك هو ايه؟ حته نص بس. تمام كده يا باشمهندسين؟ طيب دكتور، ايوه
طب بس عايزين حضرتك، هو التسليح اللي هو رقم 8 مش المفروض هيبقى 6 يعني عددهم 12؟ لان نفس فكره السيق البادئ دي برضو ان هي عرض اه الحته. لا ما انا مش حاططها ليه بقى. طب تعالى نرجع، حلو الحته دي، حلو السؤال ده. بيقول لي طب ما هو هنا في هنا بادي، انا موافق ان انت تحط هنا بادي، لو انت هتاخد لي الطول هنا بدل ما انت واخده 1 متر هتاخده 0.875، لان في 12 ونص لحد سنتر القمر، فما تيجي تحط واحد بادي هتلاقي دي عوضت دي. يعني لو انت عايز تحط سيخ البادي انا مش معترض حطه، بس ساعتها احسب لي الطول ده طول كلير. معايا يا باشمهندس؟ تماما. طيب يبقى احنا عرفنا ان الاطوال دي بالرغم ان انا هنا حاسبها بقول لك انا حاسب الحسابات اللي هي تعالى نسميها ايه المثاليه في كذا سيخ، لكن في الحقيقه انا ببدا اشوف تباديل وتوفيق وابدا اشوف الكلام. فانا بروح عند الراجل اشتري حديد بقول له اديني 54 حته 54 متر قطر 10 مللي، بقول لك لا حبيبي انت لو رحت كده الراجل هيديك على قفاه، فاحنا بنحسب الحديد بالطن. طب انا اجيبه منين بالطن ده؟ بقول لك بيبقى فيه جدول، جدول كده على طول موجود في الكتب بتاعت الخرسانه. حلو كده. بيقول لك لو انا عندي مثلا سيخ فاي 10 فوزن السيخ ده 0.617 كيلوجرام للمتر الطولي، لو عندي سيخ قطر 18 يبقى وزنه 2 كيلوجرام للمتر الطولي، لو عندي سيخ 22 يبقى وزنه 2.98 كيلوجرام للمتر، ايه يا جماعه؟ للمتر الطولي. وبالتالي ببدا احدد لك وزن التسليح. وبالتالي انا هنا وزن السيخ الفاي 10 0.617 ده قطر 10 عندي كام متر؟ عند 54 متر، 54 متر في 0.617 يقوم طالع لي التوتال ويت. التوتال ويت ده اللي بالكيلو، عندي 33 كيلو هنا فاي 10، عندي 47 فاي 10 وهكذا، عندي كل الاوزان ده اجمع ده كله يطلع لي ان البلاطه دي فيها كذا كيلوجرام، كذا كيلوجرام ايه يا جماعه؟ كذا كيلوجرام تسليح. في مشكله يا جماعه لغايه دلوقتي؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب طلع لي 282 كيلوجرام. اتفضل. هو احنا بناخد الكفر في حساباتنا صح؟ لا مش دايما، في حاجات كتير ما باخدش فيها الكفر، حتى عمال اقول ما فرقتش ال 2 سم كفر دول. اوكي تمام تمام وكنت بتكلم ان دي حسابات تقريبيه. طيب لما جيت بدات في الكاميرا، الكاميرا كنت بقول لك هتسلح 4 16 تحت 3 12 فوق والكانات 5 8، فبتقول لي والله خلاص هبدا ارسم حديد تسليح، فرسمت السيخ ده 24. ليه رسمت 24؟ عشان اخدت من هنا 10 سم وشلت 2.5 كفر، اخدت من هنا 10 سم بس وشلت 2.5 ايه يا جماعه كفر. طيب فبتقول لي عندي السيخ السفلي ده 1 والسيخ العلوي ده سميته ايه يا جماعه؟ 2. وكانت الكاميرا 60 سم فاخدت ده 55، ليه شلت 2.5 كفر من فوق و2.5 كفر من تحت؟ وبالتالي بقى عندي طول السيخ ده اهو، طول السيخ ده 4 متر زائد 2 في 12.5 ناقص 2 في ايه؟ في 0.02. حلو كده؟ فطلع لي ان الطول ده كله 4 متر يا جماعه، 4 متر 20. فبقى طول السيخ ده 24، طول السيخ عامل كده 24 زائد 55 و55 يطلع لي طول السيخ 35، السفلي زي العلو بس السفلي كان فاي 16 والعلو فاي يا جماعه 12. عدد السيخ كام؟ قلت لي لا ده عدد السيخ موجود في الجدول، 4 في 2 و3 في 2. ايه الاثنين دي؟ جايب الاثنين دي منين؟ عشان كامرتين. يجي واحد يقول لي لا انا مش عاجبني الكلام ده، انا هحسب عدد السيخ بير اليمنت، يعني يقوم جاي عامل قاسم ده 2 نمبر بير اليمنت والنمبر اوف اليمنتس. وما تنساش حاجه ان الكلام ده انت دلوقتي طلعان عينيك وبتحسبه في الامتحان بكالكوليتر وبتاع، انت معاك اكسل شيت عايز تعملهم 1000 صف بس تبقى عارف الصفوف دي فيها ايه هتعمله، فتقول 4 في 2 هيطلع لي ايه يا جماعه؟ هيطلع لي كذا. يبقى ممكن الاثنين دي اعملها في جدول لوحده اللي هي عدد الاليمنتس. طيب الحاجه اللي بعد كده الكنات، الكاميرات الثانيه ليه ما انا عندي كاميرات طوليه وكاميرات عرضيه، الكاميرا الثانيه طولها 5 متر هعيد فيها نفس الكلام بالظبط، طولها ما اعرفش هيبقى ده طوله باين 25 وهنا 55 نفس الكلام بالظبط هنعيده ثاني، يبقى ده بدل 35 يبقى 36 و36 ومره ده 16 ومره ده 12 وده هيبقى هنا 4 وده هنا 3 ونفس الكلام بالملي بس هنا في كمرتين يبقى هنا 8 و6 وهكذا. طب الحاجه الوحيده اللي فاضله لي الكنات. الكنات دي من الحاجات الغريبه جدا، بقول لك ليه بقى؟ بتقول لي والله اول حاجه طب انا هحسب فيها الكفر ولا مش هحسبه؟ واذا حسبته هحسبه ليه؟ بتقول لي والله اول حاجه كان 60 فاخدت ان الطول ده 55. طب العرض ده كام؟ 25 فانا هاخده 20 لان انا هشيل كفر وكفر. طب قفل الكنه ده كام؟ قفل الكنه ده بناء على الاكواد كلها بيقول لك انا بعد ما اخلص لفه
اعمل ده 6 تي اس 6 فاي 6 دي بار 6 دي بار. يعني لو ده قطر 10 ملي فاقوم مزود 6 في 10 ملي يديني 60 ملي، ونفس الحكايه هنا 60 ملي. الله 60 ملي، طب ما انا طرح من هنا 20 ومن هنا 20 ومن هنا 20 ومن هنا 20. طب لو اخدت ده بقى ال 24 دول زودتهم هنا، الله يعني انا ممكن الكنه بدل الفيلم ان انا اطرح الكفر ده وبعد كده ازوده في قفل الكنه، ينفع اخدها على طول اقول ان الكنه 25 في 60 في زائد 25 زائد 60؟ بقول لك اه ممكن كحل تقريبي اه ممكن. يبقى انت حتى الكنات ممكن يا اما تقعد تطرح منها الكفر وبعد ما تطرح منها الكفر ترجع تزوده تاني عشان خاطر قفل الكنه، او ان انت تحطه على طول. يعني بص هنا بعد ما طرحته مزود قفل الكنه هنا 5 سم و5 سم اللي هي 10 سم، يا اما تعمل كده يا اما تقول هو على طول 0.6 زائد 0.25 مضروب في 2 اي حاجه. انا بحسب حسابات تقريبيه يا جماعه لمبنى سكني، حسابات تقريبيه لمبنى سكني. الهدف الاساسي انك تعرف الكونسبت ايه. والحاجه الثانيه انا ما اقدرش اقول لك تفاصيل، عارفين ما اقدرش اقول لك تفاصيل ليه؟ لان انت كل واحد بيبقى ليه مدرسه معينه في حسابات الكميات بتاعته. المقاول ليه طريقه معينه، المالك ليه طريقه معينه. طيب وبعد كده طبعا اضرب الطول في الايه في اللينس، فاقوم جايب التوتال لينس. التوتال لينس عندي فاي 16 ده وزنه كام؟ اقوم داخل على الجداول هنا الله فاي 16 1.58، اقوم جاي هنا حاطط 1.58 اضرب ال 1.58 ده في التوتال لينس، قمت جايب ايه يا جماعه التوتال ويت اللي هو طلع لي هنا 265.31. فانا عندي كده التوتال الوزن التوتال بتاع الحديد بقى عباره عن وزن البلاطات زائد وزن الكمرات، طلع لي 547.88 كيلوغرام اللي هو 0.547 طن. في مشكله يا جماعه في الكلام ده؟ في حد مش فاهم؟ طيب اتفقنا ان حسابات الكميات حسابات حديد وفوليوم خرسانه ومساحه شد. طب عايز احسب الفوليوم بتاع الايه بتاع الخرسانه، بتقول لي والله ده الفوليوم بتاع الخرسانه ده سهل قوي، انا هبدا اخد البلاطات لوحدها كام يسير البلاطات، هاخد دي كده بلاطه هي لوحدها، فبتقول لي قمت واخدها كلير 0.87 في 5 وربع. طيب والبلاطه اللي جوه دي كلير 3.75 في 4.75، ادي البلاطات. فبقول لك لازم يا جماعه وانت بتحسب الكميات دي تبقى متاكد عشان ما تتلخبطش ان انت ضربت ثلاث ابعاد في بعض. يعني انا ضربت 5 وربع 0.857 يبقى دي كده ايه مساحه اضربها في السمك، يبقى انت بتدور انت ضربت كام حاجه في بعضها ثلاث ابعاد في بعض بي في اتش في تي صح كده، وايه اللي واحد في ايه اللي اتنين في السمك، وبالتالي قمت جايب الفوليوم كده. خلصت البلاطات عايز احسب الكاميرات. الكاميرات احسبها ازاي؟ بقول لك هحسب دي كده كلها على بعض اهي الحمر دول، واحسب التانيين دول ان هم قصيرين. بتقول لي ماشي قمت ضارب 0.25 في 5 وايه يا جماعه و12 من هنا و12 من هنا في 5 وربع. الدبس بتاع الكاميرا كام يا جماعه؟ الدبس بتاع الكاميرا 60، يبقى 0.25 في 0.6 في 5 وربع يبقى الثلاث ابعاد اكس في واي في زي اهو. في كام كاميرا من دي؟ في 2. طيب الكاميرات الثانيه القصيره بقت بدل 4 سنتر تو سنتر قمت واخدها كام يا جماعه؟ 3.75. قمت واخدها كام؟ 3.75. فقمت ضارب 0.25 في 0.6 في 3.75. في كام كاميرا؟ ادي واحده وادي الثانيه في كاميرتين. طيب طلع لي 2.7 متر كيوب. في مشكله يا جماعه لغايه دلوقتي؟ طيب اول حل الثاني متر كيوب، او يجي لي واحد ثاني متاسف يقول لي لا انا هعتبر ان دول الطوال ودول القصيرين، هتفرق حاجه؟ لا هيطلع لي نفس الرقم بالملي. يعني اما ياخد 4 وربع، ياخد الكاميرا دي بقى 4 وربع والكاميرا دي اللي هنا دي 4 وربع، وساعتها هياخد دي بدل ما هي 5 هتبقى 4.75، هي بالملي هيطلع نفس الرقم بالملي. طيب يبقى انا حسبت الفوليوم بتاع الخرسانه طلع لي 5.39 متر مكعب. طيب لما اقسم وزن الحديد على فوليوم الخرسانه بقول لك طلع لي 101 كيلوغرام للمتر المكعب. بقول لك الرقم ده معناه ايه يا جماعه؟ الرقم ده معناه ايه؟ بتقول لي والله ده معناه انا هستخدم قد ايه حديد في المتر المكعب خرسانه. طيب بقول لك جيت اعمل حديد كوبري مثلا او بلاطه فلات سلاب، خلينا في بلاطه فلات سلاب، لقيت ان الرقم ده بقى 160 كيلوغرام للمتر مكعب. بقول لك والله دلوقتي انا مقاول او انا واحد شغال في مجال المقاولات ده، فقمت رايح على طول ببص على السقف كده بقول له اول حاجه والله انت هتعمله فلات سلاب ولا سويد؟ هعمله فلات سلاب. الله
ده المساحه دي مثلا بتاع 200 متر 200 متر في سمك البلاطه قد كذا والتسليحه هحتاجه كذا، هبدا اطلع رقم. الحاجه الثانيه فهو ساعدني ان انا ابدا احسب كميات الحديد والخرسانه بشكل تقريبي. الحاجه الثانيه اللي بستخدم فيها الرقم ده اشوف السيستم ده ديزايند ايكونوميك ولا لا. يعني ايه؟ يعني انا مثلا السولد سلاب ليها ارقام معينه، بيقول لك مثلا هي تبقى من 70 لحد ايه 100 110 كيلوغرام للمتر المكعب. الله انا طلع لي هنا 101 معناه ان هو كويس، كان طلع لي 150 معناه انه لا، انه الرقم ده كبير قوي. حلو كده، يبقى الديزاين ده مش اوبتيمو او الديزاين ده مش كويس، ان نسبه الحديد اللي مستخدمه في الخرسانه كبيره جدا. طب الحاجه الثانيه بيدي مؤشر للمشروع ككل. يعني تلاقي مثلا عندي عمدان بتاعه مشروع المونوريل مثلا، تلاقي ان عمدان مشروع المونوريل دي التسليح فيها واصل ل 300 كيلوغرام للمتر المكعب. ده بالنسبه للكباري وبالنسبه للمشاريع دي يعتبر رقم كبير شويه، بس ليه اسباب والديزاين معمول كده ليه عشان الكميات كبيره شويه، 300 كيلوغرام للمتر المكعب. انا دلوقتي عايز اعمل مناقصه مبدئيه. انا رحت يوم اجتماع مع المالك فبيقول لي احنا عايزين نعمل مشروع مترو 30 كيلو، ده هيتكلف كام؟ اقول له لا، بناء على الارقام المبدئيه اللي عندي انا اقدر اعرف لك هو هيتكلف ايه يا جماعه، هيتكلف كام. يبقى الويت للفوليوم بتاع الحديد ده بيبقى مؤشر، مؤشر على حسب السيستم اللي انت مستخدمه. فتلاقي في السوليد سلابس مثلا بلاطات مع كمرات من 90 ل 110، لو هولو بلوك من 100 ل 130 كيلوغرام للمتر المكعب، لو فلات سلاب من 150 ل 160 كيلوغرام للمتر المكعب. يبقى ده مؤشر للسيستم اللي انت تستخدمه ده والتصميم بتاعه ايكونوميك او يعني اوبتيمم ولا لا. طيب اخر حاجه خالص الاريا بتاعت الشد. بتقولي الاريا بتاعت الشد دي سهله قوي، طول في عرض ما فيهاش حاجه صعبه يعني. بتقولي اول حاجه هبدا احسب الاريا بتاعت الشده السفليه للبلاطات. بتقولي قمت حاسب المساحه دي اهي، قمت حاسب المساحه دي. طيب بعد كده اللي هي المساحه اللي تحت، المساحه متاسفه اللي هي تحت المساحه دي والمساحه دي. طيب الحاجه اللي بعد كده قلت لك قمت بدات احسب المساحه بتاعت بطنيه الكمرات اللي هنا دي. بتقول لي حسبتها ازاي؟ بقول لك اهي الاطوال القصيره دي اهي، ده وده. بتقول لي اللي هي كام؟ يعني 3 75 في 25 سم، 4 75 في 25 سم، في منها كام واحد؟ في من دي 2 وفي من دي 2. قلت لك اهو 4 75 في 25 سم، 3 75 في 25 سم في 2. خلصت كده ارضيه البلاطات والكمرات. بقول لك هنبدا بالجناب، الجناب اللي بره دي. بتقول لي ماشي، الجناب اللي بره دي بقت كام؟ اهو 5 وربع اهي، الجنب ده اهو 5 وربع في 0.6 او 5 وربع في 0.6. 4 وربع اللي هو الجنب ده، 4 وربع مضروب في كام؟ في 0.6. طب ما في جنب هنا اهو وفي جنب الثاني بره اهو في 2. طب اللي بعد دخلت في حسابات الجناب الداخليه اللي هي السمك بتاعها بدل ما هو 0.6 بقى تي اس ماينس تي اس، اللي هي 0.6 ناقص 12 اهو 0.6 ناقص 12. وقمت ضارب بقى في الاطوال، عندي طول هنا اهو اللي هو الطول ده كام يا جماعه؟ 5 وربع اهو. عندي طول هنا اهو، الطول ده كام؟ 5 ناقص 12 ونص، 12 ونص ل 4 75 اهو. في منه كام واحد؟ في واحد الناحيه دي وواحد الناحيه الثانيه، قمت ضارب في 2. طيب الطول ده كده كام؟ ده 3 75 اهو مضروب في 0.6 ناقص 0.12، وعندي واحد هنا واحد هنا اللي هو مضروب في 2. طيب يجي واحد يقول لي ايه، تلاقي في المساله دي يحل مثلا في 100 ترم وبتاع، يلاقي نفسه جايب صفر في ال 100 ترم. ليه جايب صفر في ال 100 ترم؟ لانها يا حبيبي ما فيش قانون، هو في قوانين؟ هو انا عارف اشرح؟ هتقول لي ايه ضربت ال في بي؟ طب الرقم ده 46 والله حسبت 44 حلو، 42 جميل، 48 حلو، 50 جميل، 52 تحفه، ده انت رائع. اي حاجه، انا عايز ارقام تقريبيه وده اللي بكلمك فيه. لكن بقى واحد يطلع لي الرقم ده 3، ايوه انا اعمل لك بيه ايه؟ انت معناه ان انت مش عارف تحسب مساحه يعني سائط تاني اعدادي، لا مؤاخذه في الكلمه يعني. مش كده يا باشمهندسين؟ طيب يبقى حسبت مساحه الشده طلعت 46.42. بقول لك لو قسبت الاريا بتاعت الشده على فوليوم الخرسانه معناها ايه؟ طلعت لي 8.61. فبتقول لي ماشي، بقول لك طب افرض انا كان عندي بلاطه 25 سم، عندي بلاطه فلات سلاب 25 سم. 25 سم ده يعني متر مكعب خرسانه فيه كام، واحده فيه كام متر مسطح؟ ادي متر مكعب خرسانه اهو، هصبه على كام متر مسطح ده يا جماعه؟ احمد رد عليا. ايوه يا دكتور، عندي متر مكعب خرسانه وبلاطه فلات سلاب سكان 25 سم،
يبقى المتر المكعب خرسانة ده يصب لي كم متر؟ كم متر في متر؟ المفروض استنى واحدة. هو المفروض هيبقى الارتفاع هيبقى 4 شرايح، كل شريحة 25 سنتي بالظبط. يعني هو المتر مكعب خرسانة لو هي بلاطة فلات سلاب، كل اللي هيعمله ان هو يصب لي 2 متر في 2 متر اللي هي 4 متر مسطح، صح كده؟ طب هنا بقى الاريا، بقى هنا الاريا اللي عندك اللي انت قسمتها على الفوليوم بتاع الخرسانة، هنا صب لك كم متر؟ 8 متر. هنا صب لك ايه يا جماعة؟ كم متر؟ انا راجل دلوقتي انا مقاول شدات خشب، انا مقاول شدات خشب، فانهي شدته هتبقى اسهل لما يبقى الرقم ده طالع لي 4 زي الكيس بتاعت الفلات سلاب، ولا الرقم ده يبقى طالع لي 8 وشويه؟ انهي شدته تبقى اسهل؟ لما الرقم يكون 4. الرقم يكون 4 يكون رقم صحيح؟ لا، مش مساله رقم صحيح، ان الرقم يبقى عدد قليل ده معناه ان الهالك عنده في الخشب قليل. تاني، يعني انا عندي متر مكعب خرسانه، الراجل هيجي يصب المتر مكعب خرسانه، حلو كده؟ كل الناس بتتحاسب على المتر مكعب خرسانه، يعني يوم الصب كله حتى النجار ده بياخد بالمتر مكعب خرسانه، حدش بيحاسبه انت عملت كم متر خشب. انت هتصب 1000 متر 100 متر مكعب خرسانه هتاخد 100000 جنيه مثلا، حلو كده؟ وبالتالي لما هو يبقى هيستخدم خشب كتير عشان يصب ال100 متر مكعب خرسانه، ده احسن له ولا اوحش له؟ ده اوحش له، لان انا هحتاج ارفرد خشب كتير واجيب عمال كتير تركب الخشب واحتاج مسطحات كبير، حلو كده؟ لكن لما الرقم ده يبقى رقم قليل، يعني انا المتر مكعب خرسانه اصبه في 4 متر خشب بس، لا، ده معناه ان انا هقدر اطلع هامش ربح اكبر في الايه يا جماعه، في الصبه دي. وبالتالي الرقم ده بيبقى ليه معنى كبير جدا في ايه؟ في ان انا هلكت خشب قد ايه او بهدلت خشب قد ايه. طيب الحاجه اللي بعد كده، الاريا بتاعت الشد على مساحه السقف. قمت قاسم والله مساحه السقف كانت عندي 5.25 في 5.125 فطلع لي 1.725 متر مربع للمتر مربع. معناه ايه الكلام ده؟ لو انا كان عندي السقف 100 متر، السقف 4 في 4 اهو، وهي فلات سلاب بس، وهم للجناب فلات سلاب بس، ماشي كده يا جماعه؟ بالتالي بقول لك مساحه الشده كانت عندي كام؟ مساحه الشده كانت 2 في 2، صح كده؟ مش الشده 2 في 2، اقسمها لي على مساحه السقف اللي هي 2 في 2، طلع لي الرقم ده كام؟ 1. يعني كل متر مسطح من الشده محتاج له متر خشب. في مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب هنا كل متر مسطح من السقف محتاج له ايه؟ محتاج له 1.7 متر خشب. طب ده معناه ايه؟ معناه ان التشكيلات اللي في السقف رهيبه، ان في كمر وجناب، والجناب دي محتاجه شغل وهكذا، صح كده يا جماعه؟ طيب دي بتبقى احد الفاكتورز الرهيبه في سيستم، يعني ما اعرفش بتوع خرسانه ولا اي مشروع الفوق، حاجه اسمها ريبد سلاب، ان انا اقعد اعمل ريبس، حاجه شبه هولو بلوكس كده بس من غير فوم. السيستم ده رائع، يعني ممكن تستخدمه في اي حته في الدنيا، حتى على فكره والله ما اقصد حاجه، ممكن يتعمل في البيوت السكنيه وهيبقى شكله حلو. تخيل الاسقف عندك شكلها عامل كده، يبقى شكلها ظريف يعني. حلو كده؟ بس مشكلته ايه؟ تنفيذه رخم جدا. تخيل انا قاعد عمال اعمل شده كده وشده كده وشده كده وشده كده وشده كده، فالسيستم بقى فاشل، بمعنى كلمه فاشل. بقى احسن لنا نملى ده بلوكات ولا ان انا اعمل السيستم ده. والرقم ده بيبين جدا قد ايه ان انت تقعد تعمل شده سولد سلاب دي عذاب، ان انا كل متر مسطح من السقف او من الدور بحتاج له 1.7 متر شد. تمام كده يا جماعه؟ طيب من المعلومات المهمه ان انا ممكن اجيب لك التسليح كده ارسمه لك خطين وخطه، بالتالي تبقى انت فاهم ان الخطين ده معناه ان ده المين ريفورسمنت والتاني ده السكندري، او ان انت تبدا تكسح الحديد. يعني ايه نكسح الحديد؟ يعني يجي عند سبع البحر ونلفه ونطلعه فوق، هو اللي قوم لي دبليو سكوير على ايه يا جماعه؟ على 24 بالشكل ده. ونفس الحكايه الناحيه الثانيه، السفلي ده يكمل والعلوي ده اللي ابدا اكسحه، ده اسمه حديد مكسح او بنت بارز، البنت بار. ونفس الحكايه يا جماعه في الايه، في الخطين وخط ده ممكن ابدا اعمل التسليح مكسح بالشكل ده. وده اللي انا قلته في الاول، لان انت عشان تبدا اصلا تحسب كميات لازم تبقى عارف ايه يا جماعه، لازم تبقى عارف شكل الحديد هيبقى ايه. في مشكله يا جماعه لغايه دلوقتي؟ احنا عشان نبدا نحسب كميات بقى بشكل دقيق، قعدت تدينا كده شكل عام يعني، بس انا عايز اعرفكم ازاي نحسب الكميات دي بشكل دقيق، بالذات وزن حديد التسليح.
بتقولي اول حاجه خالص احددها الاكسبوجر بتاع المشروع، او ان انا ابدا افتح حاجه اسمها ديزاين كريتيريا بتاع المشروع دي مكتوب فيها كونكريت كفر كام. بتقولي والله خلاص انا من الاكسبوجر انا كان عندي مثلا مبنى سكني وده سطح دور اخراني، السطح الاخراني خالص اسطح شد غير محميه ولا هنبلط ولا هنعمل فيه حاجه، حلو كده. بتقولي خلاص يبقى انا دخلت كده في كاتيجوري 2 ماشي. طب انت عايز تحسب الكفر بتاع ايه؟ عايز احسب الكفر بتاع كاميرات وكان اف سي 25 يبقى الكفر بتاع الكاميرات هيبقى 30 ملي. طب عايز احسب الكفر بتاع بلاطات 25 ملي. طب انا كان عندي كوبري كباري كلها كاتيجوري 2 ده اهو، والكباري كلها ما فيهاش بلاطات يعتبر يعني ما عدا الديك طبعا اهو، يبقى الكونكريت كفر عندي كام؟ 30 ملي. خلاص يبقى انا حسبت الكفر زي ما الكود بيقول. طب الكود بيقوله ده الكفر ده كام؟ ده الكلير كفر، ده الكلير كفر. يعني لو عندي قطاع كده وادي كان اهو، ده الكلير كفر، هو ده الكلير، هو ده ال 30 ملي. طيب الحاجة التانية بتلاقي جدول في الكود بيقول لك خواص الثانية على البارد. ايه الثانية على البارد ده؟ بقول لك لو السيخ عندي قطر 16 او اقل بيبقى قطر الدوران 5 دي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني اللفة اللي عندي بتاعت السيخ دي، السيخ اهو بيلف كده، الراديوس ده اهو، هو ما بيش جايب الراديوس، هو جايب الديامتر، الديامتر ده كله 5 دي. يعني لو فاي 16 يبقى 5 في 16. بتقولي طب وانت شارح لي الكلام ده ليه؟ يعني انا هعمل بايه؟ بقولك عشان تحسب لي طول السيخ. انت هتحسبه لحد هنا وتقف، وبعدين تاخد طول اللفه دي كام. لو انا عندي هنا ار الراديوس ده عندي، الطول ده بيبقى بيساوي كام يا جماعه؟ ال اللي بتساوي ار في سيتا. طب سيتا عندي بكام درجه؟ الزاويه دي كام درجه؟ دي 90 درجه. بس 90 دي ار في سيتا دي تبقى راديان، تتضرب في كام عشان احولها راديان؟ 90 تتضرب في كام عشان احولها راديان؟ مكتوبه قدامكم. باي على 180. الله ينور عليك، تتضرب في باي على 180. بتقول لي طيب، بقول لك احسب لي كده وزن كان، انا عايز وزن كان واحده في كوبري بير كاب بناء على المعلومات اللي عندك. بقول لك والله كان عندي كده، ادي عرض الكاميرا بتاعت الكوبري 1800 في 2000، حلو كده. بقول لك ابدا احسبها لي. بتقول والله الاف سي عندي 25، قطر الكنه كان 16، البير كاب 1800 في 2000. فبتقول لي كل اللي عملته كده، وادي الريديوس بتاع الكان. بتقول لي طب جبت الكلام ده ازاي؟ بتقول لي اول حاجه حسبت الكلير كفر بالملي كام، وشفت والله ان الكامل بنت ريديوس ده، الريديوس ده عندي قد ايه، وبالتالي عندي المسافه دي زائد قطر السيخ، وابدا احسب الكلام ده بالملي بالملي، فيطلع لي الارقام. تقول لي والله اول حاجه دخلت على الكود كباري كاتيجوري 2، كاتيجوري 2 ده ايه؟ الاليمنتس اكسبت سلابس، طلع لي الكفر 30 ملي، قطر 16 5 دي. بقول لك قمت جاي هنا خلاص عرفت ان هو كاتيجوري 2 عن طريق ان هو كباري، الكفر هنا طلع لي 30 ملي زي ما انا لسه شارح، والقطر هنا والله كان قطر 16 في 5 دي ماشي. وتقول لي بدات احسب ايه يا جماعه؟ بدات احسب الكلام ده. بقول لك والله كان عندي البنت دايامتر كان 5 في 16 ب 80 ملي. طب الكيرف عندي بيساوي ار في سيتا، طلع لي 62.8. طب مفتاح الكان هاخده كام؟ 2 في 10 في القطر، هاخد هنا 10 مرات القطر، ده كود التفصيل الانشاء المصري مش 6 زي ما انا قلت. حلو كده، بيقول لك 2 في 10 في القطر، هو هنا 160 ملي وهنا 160 ملي. طيب بعد كده عرض الكان بيساوي كام؟ 1800 اهو، اللي هو العرض ده 1800، شلت منه ايه؟ 2 في 30 اللي هو الكفر، ناقص 2 في 40، 2 في 40 ده ال 40 دي اللي هي الكانه زائد الراديوس، هو دي كانت طالعه 40 ملي، الحته دي 40 ملي اهو. طيب ارتفاع الكانه نفس الكلام، جبت طول الكانه بقى عباره عن ايه؟ 4 في الراديوس ده زائد الطول الاستريت ده زائد الطول الاستريت ده زائد الطول الاستريت ده زائد الطول الاستريت ده زائد مفتاح الكانه، ادي مفتاح الكانه. في مشكلة متأسف، 2 في 160 ادي قفل الكامل، فطلعت لي 7611.2. طب وزن الفاي 16 كان كام؟ كان 1.58، يبقى وزن الكانة دي 12 كيلو. فهمتوا يا جماعة بنحسب الكلام ده ازاي؟ فهمتوا الاكيوريت قوي اللي كان محسوب في اللوحة اللي انا عرضتها في اول محاضرة، المحاضرة دي بيتحسب ازاي؟ يبقى انا وريتكم ازاي بنبدا نحسب في الامتحانات عشان نجيب رقم كده تقريبي ريزنبل لسقف او لبلاطه سقف، لكن في الحقيقه كل تفصيله وكل بنت وكل ريديوس وكل طول بيتحسب بالملي.
في مشكلة يا جمال لغاية دلوقتي؟ طيب آخر سؤال خالص كان مطلوب في المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي، بيقولك احسب لي زمن فك الشدة. حد يعرف بنحسب زمن فك الشدة دي ازاي؟ 2 ان زائد 2 في حالة الخرسانة العادية. بالظبط كده، بيقولك في الكود مكتوب كده، بيقولك 2 ال زائد 2 في البلاطات والكمرات، وفي الكوابيل 4 ال زائد 2، وال ده طول البحر الأصغر. قلت لي طيب انا كان عندي هنا طول البحر الأصغر كام؟ 4. فقلت لي هبدأ في قانون البلاطات والكمرات، 4 في 2 زائد 2، يبقى أنا كده هفك هنا بعد كام يوم؟ كام اللي أنا كاتبه ده؟ 10 أيام يا دكتور. طيب في حالة الكوابيل قال لك 4 ال زائد 2، أدي أهو كابولي أهو 4 في 1 زائد 2، يبقى أنا هفك بعد كام يوم؟ 6. هفك أنا بقى بعد 6 ولا بعد 10؟ بعد 10 يا دكتور. بعد باذن الله لو قلت لايم اول ان احنا نفك بعد العشرة هم هيرفدوك، دي اول حاجه. انت انت بتعمل فيلا ولا حاجه كده احنا عايزين الخشب، وانت هتقول لهم هنفك بعد العشرة باذن الله هم هيرفدوك. لو انت شغال مع استشاري برضه هيرفدوك. طب امال بنعمل ايه؟ حد يعرف؟ دكتور بنسمح له ان هو يفك الكانتريفر بعد 6 ايام ولا بسمح له انه يفك كل حاجه بعد 3 ايام مثلا، بس افك واسيب الاوائل؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش المره اللي فاتت يا جماعه اخذنا الواح التطريح والتعريق والكلام ده كله، كانت الشده كده الواح تطريح، وبعد كده ادي كمرات السكندري اللي هي الجويس، وبعدين السترينجرز، صح كده؟ وبعدين كان في اوائل. بقول لك بسمح له يفك واحد من السترينجر ده واحد من الجويس، واقوم مكمل القايم لفوق. يبقى انا البلاطه دي كلها ممكن افك كل ده، بس احط هنا اي، ما 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 احط هنا اي، وليها حسبه. خد بالك ليها يا جماعه حسبه. ممكن افك الكابولي وابدا احط له هنا اوائل بعد اسبوع. طبعا ما بقلش قوي يعني، انت في الغالب انا اللي بحكي لك عليه ده في الغالب بيتعمل بعد اسبوع، بس خد بالك ان البحر هنا صغير. يعني لو عندي بحر 6 في 8 مثلا، وده بحور عاديه جدا 6 متر، هيبقى هنا كام؟ 6 في 2 ب 12 زائد 2، يعني انا اسبوعين. ما حدش هيقدر يستحمل اسبوعين، ما عادش هيقدر يستنى ايه يا جماعه اسبوعين. ففي الغالب بنبدا نفك، لكن ببدا اركب اوائل. يعني افك البارشل، يعني انا افك الحته دي مثلا واقوم حاطط فيها ايمين، افك الحته دي واحط فيها ثلاث اوائل، افك الحته دي واحط فيها كذا ايه، وهكذا. تمام كده يا جماعه؟ تمام. في مشكله يا جماعه لغايه دلوقتي؟ طيب شدوا حيلكم ونتقابل السبت الجاي ان شاء الله. في ينفع نخلي المحاضره في ميعاد تاني يا جماعه بدل الميعاد المتاخر ده؟ يعني ينفع نخليها بدري شويه 8 الصبح مثلا، او السبت الجاي نخليها الساعه 10؟ محدش بيرد ليه يا دكتور؟ او احمد خالد المندوب هو اللي يقول لحضرتك. حضرتك عايزها السبت اللي جاي الساعه 10؟ في عندكم محاضره تانية السبت الساعه 10؟ طيب هتشيك الجدول برضو اقول لحضرتك، لان المواد الاختيار كتير، فيعني مش عارف بالظبط في حد عنده محاضره في الوقت ده ولا لا. وايه كتير دي؟ هو مش طول عمرهم بياخدوا هي كونستراكشن تكنيكس؟ ايه دلوقتي الطلبه جينيوس يعني بقت تروح مواد تانية؟ في ايه يا جماعه؟ في جي تكنيكال اناليسيس، وفي بتاعه الستيل، وفي اختيار تاني كزلازل بقى ومتانه وحاجات تانية كده. فبرضو محتاج اشوفهم كلهم واشوف لو النهارده فاضي ولا لا. طب شوف حي ربنا يوفقك، ولو على كده خلاص خلينا في ميعادنا العادي، بس ما تنساش تشوف لي موضوع الكويز ده هنعمله امتى. ماشي تمام حاضر كده. ماشي ماشي. والا هنضطر نعمل كويزين في رمضان بعد الميد ترم، يعني اللي يريحكم يعني. هو كده كده في كويزين هيتعملوا. تمام ماشي. شكرا حلو يا جماعه، وعرفني يا ابو حميد. شكرا جزيلا يا جماعه. شكرا.